افتحوا أبواب قلوبكم بمفاتيح التدبر ليدخلها السرور. أحرف قال عنها مولانا أمير المؤمنين: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الأخوان. ننصت لها، نستمع لها وننصت خاشعين، يتلوها على مسامعنا القارئ السيد موسى الرديني. نستقبله محفوفا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تعملون.
صدق الله العلي العظيم. طيب وفاهكم بذكر محمد وآل محمد. أحسنت سيد موسى. طيب الله الفاسق. نرحب بشعراء الكبار الذين أتوا إلينا من محافظات القطر العزيزة، فمرحبا بهم عدد ما خطت الأقلام الحروف، ومرحبا بهم وحياهم الله بين أهلهم وإخوتهم في حي العاصمة. كلمة المهرجان يلقيها مدير رابطة البصيرة سماحة الشيخ عمار الفكيكي، نستقبله محفوفا ومؤيدا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلامي إلى إخوة الحاضرين أقدمه قبل أن أبتدي بآية عشق بطيب الوفا بها قد أتيت لذي المورد، ولكن طيب الوفا لن يفوح بغير الصلاة على أحمد. كل الترحيب لمن وصل إلينا ولبى هذه الدعوة، سماحة السيد علي حسين السيد المالح ممثل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني، كذلك الإخوة آمر اللواء وآمر الفوج الشرطة الاتحادية، وجناب السيد علي عضو مجلس النواب علي المقصوصي، كذلك سائر من حضر ولبى هذه الدعوة، فحياكم الله وبياكم. قبل أن أبتدئ بكلمتي لا بد لي أن أقول فرد شيء. لا بد لنا أن نستذكر الدماء الزواكي التي سالت على أرض عراقنا الحبيب، لتشكل رافدا ثالثا إلى جوار دجلة والفرات، إلى الذين رسموا بدمائهم الزكية معالم البطولة، وترجموا بتضحياتهم معالم الرجولة. رجال فيهم التأريخ ضاق، وزادوا النار جمرا واحتراق، إذا ما هب موج الحرب فيهم تراهم كلهم صاروا عراق. إلى الدماء الزواكي التي ضحت من أجل عراقنا الحبيب، أدعوكم لنقف لنقرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله أكون بخدمتكم لثلاث دقائق. العذر للإخوة طلبة العلوم الدينية، لا سيما سماحة السيد، أنا أتكلم في محضرهم الشريف. إخوتي الأعزاء، ماذا تعني البصيرة التي اسم رابطتنا عليها؟ أولا، رابطة البصيرة فيها خمس ملفات: شعر وإنشاد ورياضة وملف مهدوي وملف أئمة المساجد. كل واحد من ذن الملفات قطعنا بشوط كبير جدا ولله الحمد. مثل هذا المهرجان عدنا بالكوت وعدنا بالبصرة وعدنا بالسماوة، وأضخم ميدان بتأريخ العراق كما يعبر عنه احنا نسوي بمحافظة ميسان بالعمارة، وأضخم ميدان ايضا نسويه في محافظة الناصرية. هذا عملنا، وهذه اتساع رقعة العمل. عندنا بطولات كرة قدم كثيرة في بغداد وفي المحافظات، وإن شاء الله هذا العام تكون منطقتنا حي العامل
هي مركز لكل المحافظات، راح نسوي بطولة كرة قدم كل المحافظات إن شاء الله تجتمع في منطقتنا حي العامل، كل محافظة يمثل عنها فريق إن شاء الله بالأيام القادمة بعد أيام الحسين عليه السلام. شبابنا ماذا تعني البصيرة؟ صار 4 سنوات إحنا رافعين شعار البصيرة. خو ماذا تعني البصيرة؟ البصيرة تعني أنك تنظر ما وراء الحدث، يعني أنك ما تنظر إلى ظاهر الأمور بل تنظر إلى عمق الأشياء. البصيرة تعني أنك تعرف الحسين، يا حسين اللي تعرفه، الحسين سيد الشهداء قبل 1400 سنة، نعم قائدنا وإمامنا، لكن عليك أن تعرف حسين زمانك. إذا عرفت حسين زمانك، في زمان الحسين كان سيد الشهداء عبد الله هو الحسين الزمان، بعده ولده زين العابدين هو حسين الزمان، الإمام الباقر، الإمام الصادق هم حسين الزمان، وصولاً إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو حسين الزمان. الحسين عند سفير اسم سفير الحسين مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل كان يعني البصيرة والثبات. علينا شباب أن نعرف حسين زماننا منه ومسلم زماننا منه. حسين زماننا الإمام صاحب العصر والزمان، مسلم زماننا هم المراجع العظام، لا سيما سماحة آية الله العظمى المفدى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السيستاني، هو مسلم زماننا، هذا القائد اللي لازم نتبعه ونلتف حوله، يقول لنا قوم نقوم، اقعد ونقعد، موتوا نطلع نموت بين ايديه. هذا حسين زماننا اللي لازم نعرفه ولازم نتبعه ولازم نلتف حوله. والأهم من ذلك كيف نثبت مع الحسين، حسين زماننا كيف نثبت معه. في ختام كلمات القصار هذني إخواني أنا أشكر مرة أخرى أهالي حي العامل اللي التزموا ويانا لثلاثة أيام. أول يوم كان مقتل العباس عليه السلام، والبارحة كان عمل مسرحي، واليوم إن شاء الله المهرجان القطري الرابع. إذا الله أبقانا للسنة القادمة إحنا بدينا بيوم واحد، صرنا بثلاث أيام، إن شاء الله للسنة القادمة عدنا 5 أيام بعنوان مخيم البصيرة. إذا تدعونا نتوفق نسوي مخيم البصيرة. أنا أكتفي بهذا القدر، الكلمات تعجز عن الشكر والامتنان. أترك المنصة لإخواني الشعراء اللي أشكرهم جزيل الشكر والامتنان، اللي إجانا من البصرة واللي إجانا من العمارة واللي إجانا من الحلة واللي من بغداد، شكرا جزيلا لهم لحضورهم الطيب المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا ما راح أترككم بالصلاة على محمد وآل محمد، راح أترككم هاي الليلة شباب، هاي الليلة أبو عبد الله يقف ينظر أصحابه، ثاني يوم ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، ألا من ذنب عن حرم رسول الله يذب عنا. أهل حي العامل نفس نداء أمس اليوم، أنتوا تقلون للحسين، ترفعون إيديكم كلكم، خلي أشوفكم، رفعوا إيديكم بأعلى أصواتنا نجيب سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين يوم عاشوراء، إذ وقف وحيدا فريدا ينادي أصحابه ما من مجيب، ينادي الشباب عبر الأجيال، ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، نناديه بلسان واحد، لبيك يا حسين.
شكرا لسماحة الشيخ عمار الحقيقي وجزاه الله خير جزاء المحسنين. من محافظة بابل الشاعر المبدع محمد الفاطمي، نستقبله محفوفا ومعيدا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. ألك مية تكمل؟ حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. هاي القنوات الحاضرة إن شاء الله هم امتداد لأعلام السيدة زينب عليه السلام. عندي هدية لكم للحاضرين كلهم، الشباب الحاضرين، وهدية للهيئة المباركة هيئة شباب القاسم. راح نقرأ قصيدة إلى القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام. نقرأ له لولا؟ شو جنكم تعبانين؟ يلا نريد هدية للعريس، عريس الطف والشهادة القاسم ابن الإمام الحسن، مع رفع الأيادي. الصلاة على محمد وآل محمد. لكل قصيدة سبب ولكل قصيدة رسالة. رسالة هذه القصيدة هو معالجة قضية الزفاف والحنة وإلى آخره. شبل لحيدرة تلوح رايته بوصية الحسن للقاسم: بني يا قاسم، لو رأيت الحسين وحيدا بطف كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فاسعى للجهاد بين يديه، وكلما نهاك عاوده لتحظى بالسعادة الأبدية والحياة السرمدية. شبل لحيدرة تلوح رايته، ضاقت به الدنيا وفاضت دمعته، فقد ارتدى للحرب لامة حربه، لاحت على ذاك المهند قبضته، وسعى ليطلب من حبيب المصطفى إذن القتال، ففي الجهاد سعادته. أمر لوالدتي وكان لوالدي، هذا كتاب المجتبى ووصيته، عماه إذن لي فهذا سيفه، هذه عمامته وهذه جبته. يا عم وإجيتك أرد أموت وياك، وعرفك ما ترد جايك بلهفة، أم الحشمتني وتستحد حاجيك، قالتني الكلف مذخور للكلفة، شقل لي الهم نرد، معقولة يا مولاي تكسر خاطر أمه وأنت بالرأفة؟ قالت من يقل لك ترد لما تكون وأنت صغير بعدك بالحسن حلفة، على أطراف الأصابع توقف ويحسين كون يشوف طولك واصل الجدفة. يا عمي وجيتك أرد أموت وياك، وعرفك ما ترد جايك بلهفة، أمي الكلفتني وتستحت حاجيك، قالت لي الكلف مذخور للكلفة، شقل لي الهم نرد، معقولة يا مولاي تكسر خاطر أمه وأنت بالرأفة؟ قالت من يقل لك ترد لما تكون وأنت صغير بعدك بالحسن حلفة، وعلى أطراف الأصابع توقف ويحسين كون يشوف طولك واصل الجدفة. قالت تعرف شلولية بالكاروك؟ دل اللول شحلات عصاب توزلفة، دل اللول الحسن يرمون نعش سهام وانت تقوم ترجف رشفة السعفة، جنت تضحك اذا عباس جينا غيك لكن تبكي من تعاين الجفة، ومن زينب تقلك تشبه العباس؟ أبو فاضل يصد لجفوفك الترفة، هل هولة الحيهم حشمتني وجيت وبالدم تنسمع هالهولة العفة؟ الريس بحرب مو بالخيام الريس، ما عندنا نساء هالعلم زفة. وبدليل 11 بس بدا بلا عباس، ولي البلا أبو فاضل ما مساهرت،
وين وين خيمتهم الكلها تراب يخنقني هواها شنات نفست وين وين حارسهم المدرمنين شفت خنجر بجفه ومبتسم شفته بدليل 11 بس بدا بلا عباس وليل بلا ابو فاضل ما مساهرته وين وين خيمتهم الكلها تراب يخنقني هواها شماط نفسته وين وين حارسهم حارسهم المدري منين شفت خنجر بجفه ومبتسم شفته واقف بالمكان البي يقف عباس الطمت وجهه وصحت عباس وين انت بجيت وقلت هاي اللي ما تمر على البال هاي اللي بيها زينب تنذبح سكته بخيمتهم بخانتهم بقيت وصرت كل عيون ووزع صبري بين الوينة واليمت هذا إن شاء الله وهذا الصبر مريود وهذا الله كريم وهذا شينت وهذا اسم الله عمنا وهذا يوم مشبيك وهذا اصبر يا روح وهذا لازمت وهذا من العطش ماسك تراضي يموت تلاحقته وعلى اشتافات نيمت وهذا البعد يرجف من صهيل الخيل وهذا التومات الخيل ساحكته وهذا المحترق بس مدري من يا نار وهذا المحترق بس مدري من يا نار مدري من الخيم مدرع لوالد وهاي تصيح يا ابني الرمل حار عليك وهاي تصيح بويا وثوبة شابكته وهاي تريد ماي الحنة العريس مصدومة وبعدها تفكر بزفته وهاي تلول نام وشابق الكاروك وهاي تصيح عمي وانا وين انت وهذا الحارس اللي على الخيمة ظل ما راح الكتني يقل لي هاي العائلة بذمته هنا طحت على وجهي وقمت مدري شلون وباوع للعليل العبرة خانكت الله يساعد الما يشكي من علته وين يروح حقه يباوع العمته حبيبة قلوبكم زينب تقول هذا صار بس قلبش يريد يصير وفجر ليل 11 شمات ناطرت بدا مناوش حكيهم على النوق النوق وبديت اسمع حكي ما يوم سامعته شنو نجيب الحبل ونجتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته شنو بنكوفة باكر وادم يصيحون بنكوفة علي وما يفزع البنت شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوج ها وين الكفيل شلون عافخته شنو على عوادهم فد ولد معكم فد ولد معكم خادمكم الله عليكم بدمنا وشحشيهم على النوك النوك وبديت اسمع حكي الما يوم سامعته شنو نجيب الحبل ونشتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته شنو بالكوفه باكر وادم يصيحون بالكوفه علي وما يفزع البنت شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوج ها وين الكفيل شلون عافخته شنو على عوادهم من يصعد السجاد شنو من يسولف يقطعون سالفته شنو يضحك يزيد قبال راس حسين شنو بالخيزران يقلب بشفته شنو التبكي على والدها بخرابه تموت يضربوها اذا بالحلم شايفته ومن بين الحكي من بين الحكي قالوا انطب بسوق سمعت كل الحكي ومو كله سولفته ليش؟ ليش؟ تقولوا من بين الحكي رسالة القصيدة من بين الحكي قالوا انطب بسوق سمعت كل الحكي ومو كله سولفته عفت باقي الحكي خاف العليل يموت إمام زمانه عفت باقي الحكي خاف العليل يموت وبقيت ويا ابو الباقر لحظه ما عفته باكر شام بس اطلب طلب بالشام
أسولف للكفن الحكي ما قلت من يوصل أخباري لحضرة العباس من يوصل أخباري لحضرة العباس أول خبر لازم يوصل بوقته بس خي قل زينب طبت أرض الشام ما تبرد نفسها عدل له ميت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقك الله أبو حيدر جعلك الله في ركب آل محمد. أما الآن مع شاعر متميز آخر معروف بصوته الهادر بذكر محمد وآل محمد شاعر مبدع ومتألق وفارس للمنصة إنه الشاعر المبدع عباس الشحماني نستقبله محفوفا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الأخوة السادة المعزون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا لله الذي مد بأعمارنا شكرا لله الحبيب على خدمة معشوق الغريب اللهم دمها علينا بحق العباس يا رب العباس المجيب. خير ما نبتدئ به هي الصلاة على محمد وآل محمد. أربع فرسان من الكوفة التحقوا بمعسكر الحسين وصالوا صولة واحدة فتوغلوا بمعسكر عمر بن سعد وانعطف عليهم العسكر أي التف عليهم العسكر وقطعهم عن معسكر الحسين وفي كل معسكر هناك قوات اسمها التدخل السريع في معسكر عمر بن سعد هذه القوات اسمها الكتيبة الحمراء وفي معسكر الحسين هذه القوات اسمها أبا الفضل العباس وعندما انحصر هؤلاء الأربعة في المعركة فنظر إلى المعركة الإمام الحسين ونادى أبا الفضل ما لها إلا أنت عليك أن تحرر هؤلاء الأربعة فحمل أبا الفضل وحده وشق الصفوف وخلص الأربعة من سيوف جيش عمر بن سعد وجاء بهم إلى الإمام الحسين ولكنهم جرحى فجلسوا عند الإمام فقال الإمام إلى جابر بن الحارث يا جابر كيف رأيت تدخل العباس في المعركة فقال يا جابر بن الحارث يا مولاي عندما اشتدت علينا السيوف والرماح وانقطعت بنا سبل النجاة سلمنا أمرنا إلى الله ولكن سمعنا القوم ينادون قد برز العباس بن علي وقف كل شو بقى يتحرك العباس وقف كل شو بقى يتحرك العباس سرقت بوب هالمعركة بمطلحه من قد ما هدوء السر يبين قام القطرة اللي بالقصص للطيح نسمعها ان قد ما هدوء السر يبين قام القطرة اللي بالقصص للطيح نسمعها تعابير الوجه قام ان يطلع عن صوت اللي يسكت وجهه قام الرقبة يقطعها وقف كل شو بقى يتحرك العباس سرقت بوب هالمعركة بمطلحة من قد ما هدوء السر يبين قام القطرة اللي بالقصص للطيح نسمعها تعابير الوجه قام ان يطلع عن صوت اللي يسكت وجهه قام الرقبة يقطعها الهوى ماتت اعصابه انشم رد يطيح انشم رد يطيح انشم ريشة بقاع ما سيطروا يرفعها الهوى ماتت اعصابه انشم رد يطيح ريشة بقاع ما سيطروا يرفعها
اختفاء الجاذبية من الهدوء الصار الكتيبة بهو ايدك تقدر ترجعها. اختفاء الجاذبية من الهدوء الصار الكتيبة بهو ايدك تقدر ترجعها. نمشي 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 على الشعر ما نمشي فوق تراب. نمشي على الشعر ما نمشي فوق تراب من قد ما شوار بزلم شالحها. اختفاء الجاذبية من الهدوء الصار الكتيبة بهويدك تقدر ترجعها. نمشي على الشعر على الشعر على الشعر ما نمشي فوق تراب من قد ما شوار بزلم شالحة. لا هو نبي ونقول هذا اعجاز او لا هو وصي ونقدر نشرحها. الناس الجاي بيها تقاتل العباس من شاف جمالك لا تصابحها. لا هو نبي ونقول هذا اعجاز او لا هو وصي ونقدر نشرحها. الناس الجاي بيها تقاتل العباس من شاف جمالك لا تصابحها. فسأل الاثنان الإمام الحسين عليه السلام وقال لهم وقبل أن يسألهم قال أحدهم يا أبا عبد الله اسمح لنا نحن أن نسألك عن أخيك أبا الفضل. فقال لكم هذا. فقال يا أبا عبد الله لقد حيرنا أمر. وقال ما هو؟ يا أبا عبد الله نزل ما بيد جرب النهر خايف ليش؟ نزل ما بيد جرب النار خايف ليش؟ اش ما يقرب عليه جروفه تتخربط. حاكي انا النهر قلنا له وجهك طين قال الطين يصعد بيا من نفحط. قلنا له نهر اشرد وحوف القاع قال اش ينهزم اللي بجيش يتربط. قلنا له نهر ما مش ظهر وياك قلنا له نهر ما مش ظهر وياك قال من العشيره بسند ذبن الشط. قلنا له نهر ما يك مخربط ليش قال بجربه العباس يصفط. جيش العشريحه تقول حب رمان ومن يسمع اجى العباس يتخربط. حكم ما دريت جضام للعباس يزيد يطب حرب والماء يتورط. حق ناله نهر ما مش ظهر وياك قال ابن العشيره بسند ذبن الشط. قلنا له نهر مايك مخربط ليش قال بجربة العباس يصفط. حكم الجيش العشريعة تقول حب رمان ومن يسمع اجى العباس يتفرط. حكم ما دريت جضام للعباس يزيد يطب حرب والماء يتورط. فقال الى الرابع الذي نزف كثيرا في المعركة ووصل الى مرحلة الاغماء يا سعد كيف رأيت تدخل العباس في المعركة؟ فقال يا مولاي الذي نزف كثيرا في المعركة. فقال له يا مولاي يا مولاي نزفت غوشا ووشك الجيش التم علي والنحر لسيوفهم سلم. سمعت الصوت صاح وقد برز عباس من قد ما يذبح صعد بي الدم. نزفت غوشا ووشك الجيش التم علي والنحر لسيوفهم سلم. سمعت الصوت صاح وقد برز عباس من قد ما يذبح صعد بي الدم. فتحت عيوني لن مشيول من القاع وورا عباس راكب فوق المطحم. قلت خاف اشتبه ماخذ نسير وياهم دمه ما عرفني بيا ما يعلم مرمي ويجتث شالاني ليش وياه. خاف اسكت واروح وتالي اتندم. ردت احكي اخاف حاجيته بس بخوف قلت له وياك اني. قال لي لا تهتم. نسيت المعركة بقد الامان بيه. نسيت المعركة بقد الأمان البيه. والروح صرحت والبال هم سلهم من فوق الفرس هاي سمة الله. القمر ليش استحوا بغيمة يتلثم؟ شفت الصقر يحسد ريشة العباس واشوف كربلة تتطشر وتلتم. من قد ما سريع تشوفه بالميدان بتوقيت الأرض الأيام تتقدم. أول مرة أشوف الدنيا من بعيد ومحترق المدينة مدر المخيم. هو كل طبر أشوف الكوفة تتهدم
وأول مرة شوف السماء تمطر سم، وشفت قصر الإمارة ينبلع ينطم، وشفت جثة جبل وضلوعة تتهشم، ومن قد ما نزف هذا الجبل عالقاع إذا تحفر شبر بالقاع يطلع دم. أول مرة شوف السماء تمطر سم، وشفت جثة جبل وضلوعة تتهشم، ومن قد ما نزف هذا الجبل عالقاع إذا تحفر شبر بالقاع يطلع دم. من شفت الشمس فوق الرمح تنشال قلت الدنيا ما بيها صبح يسلم، الكعبة متربة وتدور على حسين وراها شقد جوامع دورت على العم. حطيت على راسي ونمت، هسه صحيت وما ادري الحكيته صدق لو احلم. هذه ثواب هذه القصيده، ثواب القراءه والاستماع الى امواتكم جميعا، واسال من الله القبول ببركه الصلاه على محمد وال محمد. ها قد وصلت قافلة الإبداع من محافظة الأدب والثقافة والشعر، من محافظة ميسان الشاعر المبدع والمتألق رضا العبادي، نستقبله مؤيدا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. السادة المعزون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شئتم أن نبدأ أسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. للعليل صمت دام من بداية السبي إلى دخوله لقصر يزيد، حينما سمعهم يقولون إن لم تنفذ ما تريدون اضربوها بالسياط، فخرج عن صمته قائلاً: ذلل صوتك الحدر العبا يا معون، تطلق ساكتة تصرخ بصوت شلون؟ ذلل صوتك الحدر العبا يا معون، تطلق ساكتة تصرخ بصوت شلون؟ النار بخيم عم تتشرد إبراهيم، وطلعت ما مغمض لها الرماد عيون، يا اهل القصر شيفكم ومن اهل البيت، اليوم بضيمنا المادره وخلي يدرون بخله، وتلاقوا الديان والمديون اخوها بلب عطشنا وماي كم بداه، الموقف ينذكر جربت الماي تهون، الخوذ ما تعرف المن ترس بيها القاع، الزلم تدخل بروسه ويرجع حمتون، ورك النخلة زلمة المال نخلة يموت، ورك النخلة زلمة المال نخلة يموت، النخل حاجوز ينعد يم اللي يخافون، الشمس مثل الفصل تشتد النوب تطيح، الحر يتعب الواقف، الشمس مثل الفصل تشتد النوب تطيح، الحر يتعب الواقف، الواقف موش اللي يركضون، الضحل والبينة فعب الحرب ملتمة، واللي يطول لسانه يسبح بدمه، الضحل والبينة فعب بالحرب ملتمة، واللي يطول لسانه يسبح بدمه، وصاح وياه اللي يبدل حسين بماي، الحر يجبرك تبدل حسين بماي، ولو تعرف ايش صاح وربع باليمه، اللي يهز العطش مثل اللي يهز فنجان، من يرجع يشرب الوادي من الذمه، وكلما على ضفت النهر متحزمين، زلم متخاصر الطبي ينهدر دمه، ومدري شلون الاكبر نرفزه واختاض، ما تعرف ركضته من ركض عمه، مو كل السطر
مو كل السطر يجبر الزلمة يطيح، وعباس لي سطر يكوم اليمة، ومو زغرن الأكبر من سبق عمه. تعرف ليش مسلم وصل قبل حسين؟ قبل جيت العنبر عطرة تشتمه، خايف على دموعك خايب بجيهن، خايف على دموعك خايف على دموعك. التجارة ويا الحسين خايف على دموعك، التجارة ويا الحسين. التراك بيتنا ينضمن بعاشور، أم تقول زحمة خلو تراكيهن، ولك زينب سبوها تقل تبكي هواي، وعلى المفروض أطقهن هيك وعميهن. هذا وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. طلب أحد خدام الحسين قصيدة الميمون. يا مهر حسين، وين حسين من عندك أريد جواب، يا مهر حسين وين حسين من عندك أريد جواب، علامك يا مهر حزنان وهذا اليوم يوم حساب، وبالتاريخ لك رنة ومعروف باسم ميمون، والميمون ندريبة خيال النبي المأمون، مات ويا النبي المختار. هذه ميزة اليافون، وانت شقدم تقلي وش سويت حتى تكون انت لطيحت حسين وخفت عليك ليهجمون، انت لطيحت حسين وخفت عليك ليهجمون، حسافة عليك ما وفيت، عفت خيالك ورديت. جاوبني يا مهر حسين، انا اليوم لك طلاب. يجاوبني المهر ويقول انت منين يلتنشد، يجاوبني المهر ويقول انت منين يلتنشد، علامك تنشد على حسين وتعاتبن وعليه تعد، علامك فزز الجرح وخليت الزمان يرد، منه انت وتريد جواب، سؤالك بالقلب ينقد، سؤالك فزز جروحي وخلاها بألم، روح تجاوبني وأرد عليك، منه انت وشنو الأسباب. أنا شيعي الميمون عاشق والعشق بلوى، عشقت حسين على الفطرة وغير القلب ما يهوى، ومثل هواي اكو شيعة وبحبهم بعد اقوى، ما بطلوا بجع لحسين غير الدنيا ما تسوى. هذا انا يا مهر حسين وهاي الشيعة متلهفين، تريد جواب من عندك شلون حسين قل انصاب. انا من نسلم يمون، يجاوبني المهر ويقول انا من نسلم يمون، يجاوبني المهر ويقول اخذنا حسين على الكفار وحده بسيفه قام يصول، يصيح اليوم اموت انا وعمر ما اظن يطول، وانا ويا حد للموت لابد انتهي مخيول. يقل لش عجب ما ذكرت الاقلام عن حسين صد سار، ايش عجب ما ذكرت الاقلام عن حسين صد سهام، وما زال الجرح ينزف من ذاك العهد ما طاب. يرجع يقل سولف لي يا مهر حسين عن خيالك الغالي، سولف لي يا مهر حسين عن خيالك الغالي، شلون السهم من صاب عفته ورجعت خالي. سولف لي يا هالميمون
عن خيالك الغالي شلون السهم من صابع عفته ورجعت خالي وشلون تعوفه بين انذال أمانة يمكم الوالي وشلون تبشر بزينب تقلها طاع خيالي جاوبني جاوبني يا مهر حسين أنا من شده بالي تلطخ وجهك بدمه وتصيح بضيمة الأمة والزينب تهيج مصار يقل لي أسولف لك يا شيع الصار بعد ما طاح بيمه أسولف لك يا شيع الصار بعد ما طاح ابو اليمة اريد يقوم احوم عليه لكن فايض بدمه أسولف لك يا شيع الصار بعد ما طاح ابو اليمة اريد يقوم احوم عليه لكن فايض بدمه وكل ساعة يجي عازم يوصل اليمه يشوف يصد لعد زينب عليها القوم ملتم جنة يقل له روح هناك قلت له لعد عيناك أسولف لك يا شيع الصار بعد ما طاح ابو اليمه فدوى الهل دموع هاي ليلة عزاء بعد زينب راح تبقى وحيدها أسولف لك يا شيع الصار بعد ما طاح ابو اليمة اريد يقوم احوم عليه لكن فايض بدمه وكل ساعة يجي ذباح عازم يوصل اليمة اشوفه يصد لعد زينب عليها القوم من تمه اشوفه يصد لعد زينب عليها القوم من تمه وجنة يقل لي روح هناك جنة يقل لي روح هناك قلت له لعد عيناك اوفي لك لحد الموت هذه ميزة الأحباب هنا سمع الشيع جواب الميمون قال له سامحني يا هالميمون وانت بحالتي تدري سامحني يا مهر حسين وانت بحالتي تدري نار الخيم بقلبي تسعر وجر الصدر ومن نذكر خدر زينب شيعي ومن كسر ظهري وصيح الله يا زينب وظني ينفذ بعد صبري سامحني يا هالميمون وسامح كلمتي وشعري كلمة شاعر ومحتار وبقلبة تشب النار وقبل وقبل حسبت وعتب منجل قلب الغدع الطاب وهذا اليوم يوم حساب وهذا اليوم يوم حساب كل الترحيب بموكب وعزاء حسينية الإمام زين العابدين خادم الحسين المرحوم السيد هاشم الهماشي حياكم الله وبياكم وفقكم الله لخدمة سيد الشهداء جزاكم الله خير الجزاء أفلح من صلى على محمد وآل محمد أما الآن مع شاعر متميز حسيني الهوى وصافي العقيدة جاءنا لكي يغزو المنصة بالإبداع والتألق الشاعر الحسيني السيد رفعة الصافي نستقبله محفوفاً
ومعيدا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد سيد الأحرار وصانع الانتصار أبا عبد الله الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ولكن ببركة الصلاة على محمد وآل محمد مع رفع الأيادي بأعلى الأصوات، عندما ذهب الإمام العباس إلى الميدان لم ينجو أحدا من سيفه إلا اثنين، وذلك بإرادته لكي يذهبوا ويخبروا عبيد الله بن زياد بما وقع عليهم، فلما وصلوا إليه ارتعش مرعوبا من هول المنظر قائلا: ويحكم، من الذي فعل بكم هذا؟ تكلموا. فأجابه الناجي الأول قائلا: واحد قصته صافو شتى تمطر، شفت بعين ايده مقطع ويصدر سريع. فأجابه الناجي الأول قائلا: واحد قصته صافو شتى تمطر، شفت بعين ايده مقطع ويصدر سريع سريع. شلون قلبك هسه يا مولاي من تقابله ما تلحق تفكر؟ شايل سيف اطول من صفنتك هاي، ما ادري ايش يتقلب رجليك من يخزر. يا مولاي من قلنا له ما تعبر، قف الكربلا احتارينا وين نفر؟ ظل يطلع قباله منين ما اندار، اول مره اشوف ابن ادم يخضر. يا مولاي خادم خادم، يا مولاي من قلنا لما تعبر، قف الكربلة احتارينا وين نفر؟ ظل يطلع قباله منين ما اندار، اول مرة اشوف ابن ادم يخضر. يا مولاي قف الكربلة احتارينا وين نفر؟ ظل يطلع قباله منين ما اندار، اول مرة اشوف ابن ادم يخضر. سألني وقلت له مستطرق، خزرني وقال: هاي المشرعة لو صحرة شو تصفر؟ يا مولاي ما استوعب من اذكر، سوالف على بالي السيف ما تخطر. شنو نبلة سهم بعيونه ومسيطر؟ شنو من يدق رجل جرف النهر يفطر؟ شنو من يكض جربته العلق ويكزبر؟ شنو يطلع لماء منين ما يحفر؟ شنو من القلق والخوف نستغفر؟ شنو واحد يقل للثاني اريد اظفر؟ شنو اللي ما عنده ظافر ياكل الخنصر؟ شنو اللي ما عنده ظافر ياكل الخنصر؟ شنو خلانا مثل الحرمل نطفر؟ خادم شنو نبلة سهم بعيونه ومسيطر؟ شنو من يدق رجل جرف النهر يفطر؟ شنو لو اكلت جربته العلق ويكزبر؟ شنو يطلع لماي منين ما يحفر؟ شنو من القلق والخوف نستغفر؟ شنو واحد يقل للثاني اريد اظفر؟ شنو الما عنده ظافر ياكل الخنصر؟ شنو خلانا مثل الحرمل نطفر؟ بالطف تنسمع دقة قلوب الخيل، فوق ظهوره الا جبل ما يصبر. يراد لها جرأة الشردة من عباس، يكشفك لو كنت بالطيف متنكر، تشرد 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 منا إلا بحالة وحدة يجوز، أقل شي قبل 10 سنين متحضر. من شفنا زعل قامت خوتنا الضيق، كثر ما بقدم بالراس متخثر، قطعنا جفوفة ردنا نوقف الإمدادات، يقوش ما بتشفى الزينب يأشر. قطعنا جفوف ردنا نوقف الامدادات، يقوش ما بتشفى الزينب يأشر. ضقنا زنودة وتندمنا يا مولاي، طلعت طكة زنودة ضلع تكسر.
فالتفت عبيد الله بن زياد إلى الناجي الثاني قائلا: وأنت وأنت كيف رأيت العباس بن علي تكلم؟ فأجابه الناجي الثاني قائلا: مثل جدر الحسن يا سيدي فور، أول مرة أشوفه قطن ويعور المكان. فأجابه الناجي الثاني قائلا: مثل جدر الحسن يا سيدي فور، أول مرة أشوفه قطن ويعور، أول مرة أشوفه قطن، أول مرة أشوفه قطن. المكان اللي بيحط رجله بخيتي يصير. فيا مولاي كل الطف بقى يشور، هدف عائلته كان أكبر من الميحيل، ومشاهد راد يم العلقم يصور، وإلا كان بالطف عنده استعداد يشربهم وللسنة تجي بور. نصعد للقمر بالليل ونطفيه، وبس ينزع الثامة كربلة تنور. نصعد للقمر بالليل ونطفيه، وبس ينزع الثامة كربلة تنور، وبس ينزع الثامة يا مولاي. أقول لك بس أخاف تموت، ترى العباس عنك قاعد يدور. أحسنت سيدنا، رفع الله قدرك عند الزهراء.